السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لنا أنا الوصية الواجبة من الجد يعني، وكيف تكون؟ الوصية الواجبة؟ أيوه ما أوجب الله الوصية، إنما هي مباحة. إذا الجد أوصى فتمضى وصيته ما لم تتجاوز ثلث التركة. لم يوصي ليس هناك دليل أننا نأخذ من أموال الورثة رغما عنهم شيئا. جزاك الله خير. وياكم.